رد مشهور سناب شات السعودي مشعل الخالدي زوج أميرة ناصر على الاتهامات التي وجهها لهم المحامي صاحب واقعة إفشاء الأسرار، مؤكداً أنه قدم دعوى قضائية ضده. وفجر مشعل الخالدي مفاجأة ضد المحامي بكر الفلاح خلال حديثه لبرنامج يا هلا، مؤكداً أنه بمجرد علمه بتقديم دعوى قضائية ضده بدأ في ابتزازه. وعلق مشعل الخالدي قائلاً: قدمت صحيفة دعوى وأرسلت له أنني قدمت دعوى، فقال لي: إذا أنت مقدم ضد دعوى سأقول إنك ترشيني. وأكد أنه لديه ما يثبت صحة حديثه. هو يقول المحامي إن هذا موجود بالتويتر، موجود بالسوشيال ميديا، أنتم ناشرين غسيلكم. لا، اللي قال المحامي. ووجه مشعل الخالدي رسالة إلى المحامي قائلاً: يا حضرة المحامي، أنت فرقت عائلة كاملة، أنا وزوجتي، وقلبت الرأي العام ضدي وأعطى أسراري للعالم كله. أنت محامي، المفروض تخفي أسراري مش تفضحني. ونفى مشعل الخالدي ما قاله المحامي أثناء ظهوره في أحد البرامج، مؤكداً أنه لا تربطه به أي صلة تأجيرة، وأن الأسرار التي أفشاها كانت من مكتبه كمحامي. تعرف؟ لا والله خلاص، والله بطلت. تعرف؟ والله بطلت يا أخي، والدك والله العظيم بطلت. وقال مشعل الخالدي خلال حديثه لبرنامج يا هلا إنه يتحدى المحامي أن يذكر اسم الحي الذي يسكن فيه، مشدداً على أنه لا تربطه أي صلة تأجير مع بكر الفلاح. وطلب مشهور سناب شات نقابة المحامين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحامي الذي أفشى الأسرار الخاصة بالموكلين. اليوم اللي لابسهم إيه؟ أنا أقسم بالله بريحة الشرابات. أنا بالطبيعة. هذا وكان صدم مشعل الخالدي المتابعين بعد أن اتهم الناشطة رهف القحتاني والمشهورة بعبارة وذنكها بأنها السبب وراء سجن زوجته أميرة الناصر. وظهر مشعل وهو يبكي حاملا طفلته الرضيعة مطالبا بإطلاق سراح زوجته أميرة الناصر لأجل طفلتهما، وذلك بعد أن انتشرت معلومات حول إلقاء السلطات السعودية القبض على أميرة الناصر بعدة تهم. بدون أم. فالبعض رجح أن تكون التهمة تخص ابنتها بعد أن عرضت رهف القحتاني مبلغ 1,000,000 ريال مقابل إثباتها هوية ابنتها، والبعض الآخر اعتبر نشرها لصورة خاصة لزوجها قد يكون السبب. واعتبر كثر أن لشمس الأسطورة علاقة بالموضوع بعد أن كشفت في فيديو أنها منزعجة بعدما وصلها كلام من مصدر مؤكد أن مشهورة تطعن بسمعتها وشرفها لأسباب وصفتها بالتافهة، وأشار كثر أنها تقصد أميرة الناصر. كله من وراء راسك، الله لا يوفقك، الدنيا والآخر، كله من وراء راسك. ومن جهة أخرى ظهر ابن أميرة الناصر ماجد في فيديو وهو يجهش في البكاء موجها حديثه لرهف القحتاني وملقيا عليها اللوم لدخول والدته في السجن، وقال: ارتحتي يا ودنكها، ارتحتي أم الحين في السجن بسببك، كله من وراء راسك، الله لا يوفق، لا دنيا ولا آخرة. وتابع: نفسي أفهم شو استفدتي، عندها 5 أطفال حرمتيهم منها، كله بسببك.